البيت؟ اي والله قبل بيتك. ولكن ما لك هذا قبل بيت ما حد مخاوي الشرطة. خبر الشرطة لك اخطية. اوه الحشيش. البيت كله قاب. لا اخطية. ما مسكون هذا اللي مسكون؟ ما مسكون؟ Did you call police? Did you call police? Con la policía. Yo. Someone inside? Someone inside? استغفر الله. بس خليني اشوفكم هاي خمس دقائق الاطفاء توصل بالمكان بنفس المكان خمس دقائق ما يطولون اكثر من خمس دقائق. هاي بعد يجهزون العده مالتهم. من مدينه منفس سمر منطقه سمر. طلعوا اقول لك اشو ذول الاثنين اللي الورا فاتوا بس طلع منهم هذاك ابو الاحمر مثال بنيت اكو احد اكو بنيت كانت هنا تعيش
بس قال هاي كانت هنا هاي استوج انا قال طلعت اي البنيه طالعه كل الغراض راحت كل هي شو اسمه باقي المخدرات ها بس يجوج الدبس بس اجت انا هذا كان صراحه ما ادري شنو منو هذا وجه الططوه بيه. اول ما جاء راح من راح ورا السياره قلت له انا بعيد شو اسمه هذا الفاير فايتر ما حكى وياي اي شيء الا هو يعني مو يا مواقف هناك كمل شو اسمه على الحشيش ثم هذول تتنفس خرب يا ابوي هذول الهجوم وهذول الاحتياط ما بس صندج شو واحدة ما تستخدموا الصندج الثاني بس والله عم نشوف طفوا بسرعة بسرعة وشوف قد خطور عليهم هسه هذا البيت لو يطلع لو يطلع عليه شو يصير؟ بس قد خطرة شغلتهم راح يصلي؟ هاي طلعوا اخوي والله شوف هاي كلها جوا كانت ما انتبهت هاي راح يجيبون الثانية صفح ما شفته وهو جوه ضخ الماي هاي الصفحه كلها طارت لا والله طلع الماي طلق على بالي ما قالوا لك شلون بديت؟ ما قالوا لك شلون بديت؟ هي بعد ما من جوا من فوق صار هلا احنا قلنا ها حجي منا 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 لا نفرع هاي العالم ياخذوا الصندوق بالعالم بالاصفهاني يروحوا يطبطوا المستشفى ويلي والله العظيم شوف هات السيارة اي حار موت الله الله يرحمه استغفر الله ما يشوفه من الشفقة شكله شنو هاي؟ خلص الهواء مالته؟
ما خلص انتبهتوا؟ هاي خلص الهواء ما تظلت الدك فطلع يطلع باع فوتون النبك التبديل شفته؟ هاي يلا قاعد نسوي تاير يلا يلا هاي بعد طفوها وخلف الله عليهم الاطفائيه صراحه يلا خروا يلا في مالة في مالة thank you guys great job guys great job thank you زي قال لي هم لطلط طلع واحدة جديدة قنينة جديدة هاي مزروفة طقوها تيب هاي منها مزروفة طقوها تيب خذ لكم مية خذ لكم مية فش يا الله شباب نترخص احنا بعد خير راح نخلص شغلنا